بالعودة إلى ضيفي من عمان عبر سكايب، معنا أستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمية الدكتور عبد الرزاق الدليمي. وكان الحديث دكتور عن تفسير سبب تقديم الحلبوسي لاستقالته إذا كان رفضها متوقعا من الأساس. تفضل. حقيقة أنا قبل أن أنقطع الصوت قلت أنه هناك اتفاق مسبق بين الإطار وبين جماعة يعني الحلبوسي وقوى أخرى، ما يسمى بين هلالين في قوى السنة، وهؤلاء طبعا اتفقوا على أن يقدم الحلبوسي استقالته، ولكن بدل أن تقبل الاستقالة سيكون هناك موقف آخر إيجابي وهو التجديد، تجديد البيعة الحلبوسي بحيث أن يبقى رئيس لمجلس النواب. وكما قلت هذه بسبب أنه الحلبوسي يعني يخرج من المأزق الحرج مع مقتدى الصدر والمجموعة التي كان يتحالف معها خلال الفترة الماضية. لكن ماذا يعني برأيك عقد الجلسة واستئناف البرلمان جلساته رغم رفض الصدر وتواصل تظاهرات أنصاره؟ الحقيقة يعني حسب تصوري، وأنا يمكن هذا الموضوع تحدثت فيه على ما أظن من خلال شاشتكم قبل أشهر، قلت أن حكومة الكاظمي حكومة تسيير الأعمال ستبقى، وكل هذه المحاولات لتشكيل حكومة ولانتخاب رئيس للجمهورية هذه جهود حقيقة كلها ستبوء بالفشل، لأن المخطط الذي وضع من جهات وقوى خارجية تريد أن تغير اللعبة بالعراق، تغير الأدوات بالعراق، تغير الوضع بالعراق، ولكن بطريقة يعني تبدو وكأنها من عمل الشعب العراقي. هنا أوضح أنه الشعب العراقي طبعا رافض لهذا النظام قلبا وقالبا، ويريد التغيير بالكامل، بمعنى التغيير الثوري، بمعنى أن هناك نظام جديد، دستور جديد، هناك أدوات جديدة، أدوات وطنية، أدوات تخدم الشعب العراقي، تخدم قضية العراق، تعيد العراق إلى وضعه الطبيعي كدولة قائدة في المنطقة وكدولة مهمة على مستوى العالم. ولذلك المخطط الذي وضع هو مخطط طبعا يسير بشكل يعني تدريجي، وعملية التصاعد في الأزمة سوف يزداد خلال المرحلة القريبة القادمة. وفقط أذكر، أنا قلت قبل ما ينقطع الصوت أنه اللاعبين الأساسيين الآن هم حقيقة ليس الإطار وليس تيار التوظيف بما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة. حقيقة الملعب الآن أو اللاعبين الأساسيين بالملعب هم مسعود البرزاني وابن جلال الطلباني. هؤلاء هم الذين سيقررون سواء كان يكون هناك انتخابات للرئيس أو انتخابات لرئيس الوزراء. وهؤلاء على ما أظن يعني علاقات خارجية، علاقات يعني قوية جدا، وربما التوجيه الذي سوف يعني ينفذوه من خلال المرحلة القادمة سيدفع باتجاه أن الوضع القائم سيبقى على ما هو عليه. دكتور عبد الرزاق، نعم، لو أردت الذهاب عميقا فيما يخص المخطط الذي تحدثت بشأنه، هل يتضمن باعتقادك مثلا إعادة تسمية السوداني ومن ثم تشكيل الحكومة ستكون في الطريق، خصوصا بعد أن استأنف البرلمان عمله؟ في مثل هذه الحالة كيف تتوقع رد فعل الصدر وأنصاره فيما لو حصل هذا مثلا وكان جزءا من المخطط؟ هو شوف، الحقيقة مو فقط التيار الصدري، هو نحن اليوم ب 29 بالشهر، أو خلينا نقول 28 على 29 بالشهر،
اتوقع يعني خلال اليوم واحد بالشهر ستكون هناك طبعا يعني ثورة عارمة، احتجاجات في كل العراق، وهذه الاحتجاجات أظن ستتجاوز الخطوط الحمراء، يعني ربما الصدامات ستكون أكبر، التحديات يعني اللي حيواجهها الشعب ستكون كبيرة. في هذه المرة أظن إنه جماعة يعني مقتدى الصدر سيكونون مع المغربين، مع الثوار، ضد الآخرين طبعا. أنا لا أظن إنه الأجهزة الحكومية المرتبطة بالكابينة يعني بشكل حقيقي سيكون لها يعني موقف سلبي من المظاهرات، ولكن أتوقع إنه قوات الحشر الشعبي، الحشد الشعبي، هؤلاء طبعا بالتنسيق مع قوة تم استجدادها من إيران ستقوم بعمليات قمع واسعة للانتفاضة، للثورة، للمظاهرات التي ستنطلق في بداية الشهر القادم. يعني معنى آخر أنه نحن مقبلين على يعني زيادة حدة الأزمات والمواجهة بين الشعب وبين هذا النظام الفاسد المتهرع، والمؤشرات خلال يعني فترة 6 شهور قريبة القادمة أظن يعني هناك ستحدث تغيرات كبيرة، يعني حتى بالنسبة للموقف الأمريكي، الموقف البريطاني. حقيقة هناك يعني تصورات وهناك محاولات وهناك تنسيقات تقوم بها المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية وقوى أخرى كثيرة حقيقة في سبيل إعادة إنتاج المشهد في العراق بشكل مختلف، لأنه الصورة القاتمة التي أصبح الوضع فيها بالعراق حقيقة يعني تنعكس سلبيا على سمعة الولايات المتحدة بريطانيا، وتأكيدا على ذلك فهم أيضا يعني يجدون مصلحتهم أن يحدث التغيير، ولكن ليس التغيير الذي نتمناه نحن كشعب العراق. أستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمي الدكتور عبد الرزاق دليمي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.